طيب من الحاجات برضو اللي كانت مهمه جدا على ترند المزيكا ويجز. ويجز طبعا فنان الراب المصري المشهور وصاحب اعلى ارقام في السين بتاع الراب في مصر، طلع بفيديو كليب باللغه الانجليزيه مترجم اسمه بعوده يا بلادي من فيلم كباتن الزعتري. اوكي انا اعرف لكم شويه تفاصيل، لكن اللقطه المهمه قوي عشان تعرفها في القصه دي ايه، ان هو على انستغرام كان فيه هجوم عليه بسبب الملابس اللي عملها في مهرجان الرياض للمزيك. سكت سكت سكت، وبعد حوالي 4-5 ايام عمل ستوري وقال فيها ايه، ليه موضوع اللاجئين ده مش بيتناقش ولا بيتسلط عليه الضوء، اتمنى تهتموا بيهم قد ما بتهتموا بالموضه. رساله للناس اللي اهتمت باللوك بتاعه.